يا زعيم عايز ايه يا ولا؟ اظن جه الوقت ان احنا نحارب بقى يا زعيم. احنا عايزين نوحد فيتنام. انت عايزنا نحارب تاني يا ابني؟ ما احنا لسه طالعين من حروب. خدنا ايه بالعنف؟ اهو شنبي وقع وده اللي فاضل. لا تستخدم مدفع لتقتل بعوضه. الله يخرب بيت البعوض اللي عامل له ازمه. اصبر اصبر وافتكر ان الفرج هيرن على التليفون. ايه ده؟ ده فرج اهو. امريكا دي اللي على التليفون يا فندم؟ فرج. امريكا. بقول لك ايه؟ فكك من امريكا بقى. ليه كده بس؟ انا لسه الفرنساويين مكلميني مبهدلني في التليفون. الله 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 الله. هو ده اللي عندي. تيك ات اور ليف ات. ليف ات. ويرز ماي دونات؟ الو؟ الو؟ ده باين انه قفل في وشي. قوم يلح. نادي على الشباب ويلا بينا. هنعمل ايه يا فندم؟ هنضرب البعوضه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في هذه الحلقة هنتكلم عن بداية واحدة من أهم الأحداث في تاريخ الإنسانية. هي مش مهمة أوي في تاريخ الإنسانية، ولكن هي كانت مهمة جدا في القرن العشرين، وقد تكون مهمة جدا في تاريخ الإنسانية. عزيزي المشاهد، ما نعرفش تابعتها وتأثيراتها ممكن توصل لفين. اللي نعرفه عن هذه الحرب هي إنها كانت حرب شنعاء وضخمة وليها تاريخ طويل جدا، داخل في تفاصيلها بلاد كتير، وحرب أحداثها ممكن تكون بادية من سنة 1858، والحرب دي نفسها انتهت في 1975. بنتكلم في احداث بتحصل على مدار 117 سنه. ما هو هذا الحدث الضخم؟ انها حرب فيتنام. هذه الحرب تولى عليها 5 رؤساء امريكيين، ومات فيها اكتر من 58,000 جندي امريكي، ومليون و250 الف جندي فيتنامي، واكتر من 2 مليون مدني من لاوس وفيتنام وكمبوديا. طبعا يا عزيزي المشاهد، انت بتقول لي ما احنا خلاص عرفنا الحرب العالميه الثانيه، هو ده كان اهم حدث، نهتم بالحروب التانية. عزيزي المشاهد، هذه الحرب ليها أهمية كبيرة جدا. نعم، الحرب العالمية الأولى والتانية حروب كبيرة جدا، ولكن هذه الحرب هي اللي ظهر فيها بشكل واضح جدا الصراع بين أمريكا الرأسمالية بأسلحتها النووية والاتحاد السوفيتي والصين اللي كانوا يعتبروا أقوى قوة شيوعية في آسيا ويمكن في العالم. بسبب هذه الحرب، النظام الاقتصادي العالمي اللي احنا عايشين فيه النهاردة بقى ليه شكل مختلف تماما عما كان قبل الحرب، اللي هو النظام الاقتصادي اللي امريكا بتسيطر عليه بالدولار. انت ما تلاحظش الاهتمام الزايد للدولار؟ يقول لك الدولار طلع، الدولار نزل، هو فيه ايه؟ هو ابن خالتنا الدولار ده، ما في عملات تانية في العالم، في الجنيه المصري وفي الزلوط البولندي. كان تقريبا زغوط او ايه، مش فاكر. بلا شك حرب فيتنام من اهم الاحداث اللي حصلت بعد الحرب العالميه الثانيه، ده بلا شك. طبعا تقولي ما كان في حرب برد. عزيزي المشاهد، طب ما حرب فيتنام دي كانت تجلي وتجلي عسكري من تجليات الحرب البارده. خلونا بقى نبدا من البدايه، وبسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يستر. الموضوع كله بدا في القرن ال19 لما فرنسا هجمت على فيتنام واحتلتها سنه 1858. وفي خلال 50 سنه بس، فرنسا احتلت فيتنام كلها وبعض البلاد المجاوره زي لاوس وكمبوديا. الفرنسيين كانوا بيشغلوا عندهم الفيتناميين عشان يبنوا لهم طرق وكباري وقنوات بحريه، وكانوا الفرنسيين ينظروا لهم باحتقار جدا، يقول لك ايه الواد اللي جاي يقاوم الاحتلال ده؟ ده احنا نحبسه ونعدمه. لحد سنه 1919 الحلفاء لامريكا وبريطانيا وفرنسا كل دول اتقابلوا في باريس، وكان رئيس البعثه الامريكيه وقتها الرئيس وودرو ويلسون. في وقت هذا الميتنج قدر واحد اسمه هو تشي مين، وايها المشاهد الجميل افتكر هذا الاسم جيدا، هو تشي مين، وافتكر هذه الصوره، ده راجل مهم جدا. هو تشي مين قدر بشكل او باخر يوصل رساله للرئيس الامريكي بيطلب منه فيها: يا اسطى عايزينك تساعدنا تبقى وسيط بين فرنسا وفيتنام عشان تنهي هذا الاحتلال والاستعمار. على حد علمنا عزيزي المشاهد، ما نعرفش الرساله دي وصلت ولا لا. كانت بتقول ايه الرساله دي؟ مين هو تشي مين؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. خلينا نبتدي بهو تشي مين، هذا الرجل الفيتنامي الجميل. اتولد هو تشي مين سنه 1890. كان وقتها فيتنام مليانه مظاهرات ضد الفرنسيين المستعمرين، فهرب هو تشي مين من فيتنام سنه 1911، وفضل بره فيتنام لمده 30 سنه. المهم هو تشي مين يروح حتت كتيره في العالم، وينتهي به الامر ايرونيكلي انف في باريس، وابتدى بقى يقرا كتابات لينين ضد الاستعمار، وعجبته فكرة الشيوعية جدا، وقرر يبقى شيوعي، وراح موسكو في روسيا، وراح الصين، وأسس الحزب الشيوعي لمنطقة إندوتشاينا مع الفيتناميين التانيين اللي مطرودين من فيتنام زيه، وبدأ هو وأصدقائه الفيتناميين ينادوا بفكرة الاستقلال من فرنسا، التحرر من هذا الاستعمار والاستقلال. سنة 1940 العالم كله
تقريبا كان بيحارب بعض في الحرب العالمية الثانية اللي احتلت فيه ألمانيا النازية جزء كبير جدا من أوروبا الغربية اللي فيها مين؟ فرنسا. المهم بما ان فرنسا مشغولة في الحرب وألمانيا عمالة يعني مقطعاها، اليابان تستغل هذه الفرصة وتدخل وتحتل فيتنام. بعض الفيتناميين قالوا ايه لما اليابانيين دخلوا، لأنهم كانوا شايفين دخول اليابان لفيتنام بمثابة نهاية للاحتلال الفرنسي، عشان هم يعني برضو شرق آسيا وتابعنا وكده على نفس القارة. ولكن هوتشيمين قال يا نهار اسود، كان شايف ان اليابانيين زيهم زي الفرنسيين عايزين يحتلوا ارضهم ويسرقوا محاصيلهم وزرعهم حرامية يعني، وكان شايف ان خلاص الوقت جه علشان نحشد الشعب كله ضد الاحتلالين، الاحتلال الياباني والاحتلال الفرنسي. وفعلا سنة 1941 هوتشيمين عن طريق الحدود الصينية يتسلل ويخش فيتنام بلده اللي كان بقاله براها 30 سنة، يخش جوه ويعمل مقر ليه في كهف في قرية بعيدة، وهنا في هذا الكهف اتأسس اتحاد استقلال فيتنام او ما يعرف بالفيت من، بيحبوا إليشو يعني، وبرضه هو اسمه هوتشيمين فيبقى يعني نص من هنا نص من هنا، فيش كرياتيفيتي. واحد يقول لي لا هو ايه الفيت من ده يعني؟ مركز شباب؟ نعم ايها المشاهد، هو مركز شباب لتنظيم العصابات والميليشيات المسلحة. هيعمل ايه؟ هيواجه الاحتلال. الفكرة في حرب العصابات دي ان هو الراجل كان عنده مشكلة ان عدد الناس في فيتنام كان صغير، غير ان هو عايز يحارب قوة عظمى زي فرنسا، امبراطورية كبيرة متوسعة في كل حتة، ما عندها مستعمرات في امريكا اللاتينية وعندها مستعمرات في افريقيا وعندها مستعمرات في اسيا، هي امبراطورية، فانت هتحارب لي بشوية العيال الفيتناميين دول. ولكن هو وجد ان حرب العصابات دي هتكون انسب طريقة لمواجهة الفرنساويين باسلحتهم وجنودهم، اضرب وفجر واجري بسرعة، بيسموها جوريلا وارفير، شلح واجري في الظلام. المهم شلة الفيتمن دول بدأوا يضربوا في القوات الفرنسية والقوات اليابانية. الفيتمن كانوا اذكياء، الاثنين دول بيحاربوا في الحرب العالمية الثانية ومشغولين فيها، فاحنا هنروح نضربهم وهم مشغولين. والحمد لله في 1945 لما اليابان خلصت الحرب واعلنوا انسحابهم من فيتنام، الناس نزلت الشوارع والميادين في هانوي عاصمة فيتنام عشان يشوفوا مين هو البطل اللي قاد الفيتمن اللي ساعده في طلوع اليابان اللي كانوا بيضربوا في اليابانيين والفرنسويين، هوتشيمين. وشافوه وهو بيلقي خطاب استقلال جمهورية فيتنام الديمقراطية اللي استخدم فيه كلام الرئيس الامريكي توماس جيفرسون في الديكليريشن اوف اندبندنس، اعلان الاستقلال الامريكي: All men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. ثلاث مبادئ اساسية: الحياة، الحرية، والبحث عن السعادة. طبعا واحد يقول لا وشوية العيال دول بيحتفلوا عليه وعمالين يدوروا على القائد بتاعهم. يا ابني انت ماشي طلعت اليابان عشان اليابان خسرت، لكن فرنسا ما زالت موجودة، هي نعم كانت مشغولة في الحرب ولكنها خلاص خلصت الحرب وهتفولكوا، لمين يا اسطى العيال دي في البوات اللي هو يعني البوكس بالفرنساوي. المهم في 1949 الاتحاد السوفيتي اعلن انه قدر يطور سلاح نووي، وبعدها بكم اسبوع اعلنت كمان القوات الشيوعيه بقياده ماو زي تونغ الصين انها سيطرت عسكريا على البلد كلها. الحمد لله الصين كلها بقت تحت الحزب الشيوعي بقياده ماو زي تونغ، والاتحاد السوفيتي وماو زي تونغ اعلنوا هما الاثنين دعمهم لهوتشيمين في فيتنام. احنا المفروض ان احنا شيوعيين زي بعض، مش الولد برضو كان في الحزب الشيوعي في فرنسا؟ يعني تبعنا اصدقاء. وطبعا عزيزي المشاهد لما يبقى اصحابك الصين والاتحاد السوفيتي بيبتدوا يظبطوك، يبعتوا لك بقى اسلحه هنا، معدات، تدريبات، صحاب بقى. المهم هوتشيمين لما لقى هذا الدعم وهؤلاء الاصدقاء الجدعان، يلا هات سلاح مش عارف ايه، قال لك احنا نحشد الناس ونعمل حرب عصابات ضد فرنسا المحتله، وقال لبقيه الناس استخدموا اي سلاح عندكم، بالفيتنامي طبعا لان هم ما كانوش بيتكلموا عربي، مسدسات، سكاكين، سيوف، كلاب ويلف، اي حاجه، المهم نحارب كلنا لاستقلال فيتنام. الرئيس الفرنسي انذاك كان متضايق جدا من اللي هوتشيمين بيعمله في فيتنام واللبش اللي عمال يحصل، وخاصه كان مضايقه جدا ان هوتشيمين كان له تواصل مع هاري ترومان الرئيس الامريكي اللي هو وات ذا هيل كيسكو سي ست امبوسيبل، ده انت رايح تسمع للواد بتاع فيتنام وعمال يقول لك واحنا عايزين حريه واحنا عايزين استقلال وانتوا بلد الحريه، ما تيجوا بقى. ايه ده؟ قله الادب دي. المهم يقرر الرئيس ترومان يدعم فرنسا ماليا وعسكريا في حربها ضد فيتنام. مش بس كده، بعت لهم عربيات ودبابات وخبراء عسكريين واسلحه في السر، ده غير بقى ان فرنسا كانت اوريدي عماله تبعت الاف الجنود لفيتنام، سواء بقى من فرنسا او من اوروبا او من البلاد اللي كانت محتلاها زي المغرب والجزائر وتونس والسنغال وكمبوديا ولاوس اللي جنبها، عشان يجوا يحاربوا مع الجنود الفرنسيين ومع الفيتناميين المناهضين للشيوعيه، لان مش فيتنام كلها كانت مع هوتشيمين. المهم بعد كل هذه المساعدات وكل هذه الجنود، فرنسا قدرت بالفعل تسيطر على جزء
جزء كبير جدا من فيتنام. وعلى الناحية التانية قدرت الصين صاحبة هوتشي مين تموله هي كمان وتمرن جنوده ودربت قوات الفيت مين على مستوى عسكري عالي جدا. قدر انه يكبد الفرنسيين خسائر كبيرة جدا. قعدوا يفجروا كباري سكك حديد فرنسية ويهاجموا جنود الفرنسيين بالليل ويقتلوهم. وفضلت عصابات الفيت مين تعمل قلق في البلد وما سكتتش. واللي زود الطين بلة ان في يونيو 1950 كل ده كان تمام ماشي قشطة. حرب فيتنام الدنيا ابتدت تبوظ في اسيا. ابتدى يحصل لبش في حتة تانية كوريا. كوريا الشمالية الشيوعية اللي هي مع الصين حلفتها احتلت كوريا الجنوبية فامريكا قالت لك يا نهار ابيض يا جدعان اسيا الشيوعيين في ماسورة شيوعيين ضربت عايزين نوقفهم. فقررت امريكا تتدخل هناك وتحارب المد الشيوعي ده مع كوريا الجنوبية. الصين تسكت تقول لها لا يا امريكا لا يا حبيبتي انت لازم تعرفي ان القارة دي عليها كبير والكبير ده كبير قوي كبير في عدد السكان ممكن يكون اكبر عدد سكان في العالم. فبعدها بكم شهر الصين تبعت قوات عشان تساعد كوريا الشمالية امام عدوها امريكا وكوريا الجنوبية وبدأت المنطقة كلها تولع بالحرب. الصين والاتحاد السوفيتي وفيتنام بيحاربوا فرنسا وامريكا في فيتنام والصين برضو وكوريا الشمالية وحلفائهم الشيوعيين بيحاربوا كوريا الجنوبية وامريكا وحلفائهم في كوريا الجنوبية. ده ايه الهيصة دي؟ ايه الهيصة ده؟ احنا لسه مخلصين حرب عالمية. استمرت الحرب دي 3 سنين متواصلة لحد سنة 1953 لما الحرب في كوريا وقفت والناس قرروا يقعدوا يتفاوضوا عشان يحلوا الازمة. اصل معلش يا جماعة احنا لسه طالعين من حرب عالمية وصرفين فلوس قد كده وناس قتلة وجرحى في ايه؟ مش هنخش تاني في حرب جديدة خلينا نتفاوض ونتفاهم. وفعلا في نفس هذه السنة اعلنت فرنسا عن استعدادها انها تخش في حوار ومفاوضات مع الحكومة الفيتنامية وفعلا وافق هوتشي مين انه يقابلهم ويتفاوضوا. ولكن قبل المفاوضات دي ما تبدا في جنيف كل طرف منهم كان بيحاول يحسن موقفه على الارض قبل المفاوضات عشان يبقى معايا الابر هاند وانا قاعد بتكلم معاك. فقام الجنرال الفرنسي اونري نافار اللي كان وقتها قائد القوات الفرنسيه في فيتنام فكر في فكره جامده جدا. نافار قال لك احنا هننشئ قاعده عسكريه محصنه. فين يا عم نافار؟ في وادي بعيد في شمال غرب فيتنام اسمه ديان بيان فو. واحد يقول لي الله ايه اهميه هذا الوادي؟ عزيزي المشاهد لازم تفهم العقليه الحربيه بتفكر ازاي. الوادي ده كان في منطقه استراتيجيه. قولي ليه؟ لان هو بيقع على حدود الصين. طب ايه المشترك هذا خطر ده يبقى كده الصين في قفاهم. بس عزيزي المشاهد يجب ان انت تتذكر ان الصين هي الحليف اللي بيمدد الفيت مين. فانا يوم ما اقف عنده وامنعه ان هو يدخل امداداته واسلحته للفيت مين اللي بيحاولوا يثوروا ضدي انا كده ضربتهم في مقتل. وده عزيزي المشاهد حليف صيني. وغالبا كون ان في قاعده زي دي موجوده في منطقه الفيت مين هيبتدوا بقى يروحوا عليها عشان يحاربوها. لا قاعده عسكريه كبيره موجوده في الاراضي بتاعتنا بتمنع حلفائنا ان هم يدون الاسلحه. وبما ان هذا الوادي قريب من لاوس اللي كانت مستعمره فرنسيه معاهم يعني فسهل جدا ان فرنسا تعيد امداد هذه القاعده اللي موجوده في الوادي بالعربيات من لاوس. فبالتالي يعني الصين هيصعب عليها ان هي تبعت اسلحه للفيت مين والفيت مين لما يجوا عشان يضربوا القاعده دي هتطلع عليهم الطيارات الفرنسيه وتضرب المنطقه كلها بسهوله. وعايزك ايها المشاهد ذو الحس الجغرافي تاخد بالك من نقطه مهمه جدا. الوادي ده متحاوط بجبال عاليه غابات واشجار كثيفه جدا محدش يعرف يعدي منها. ففرنسا كانت شبه متاكده ان مستحيل اي حد سواء بقى فيت مين ان شاء الله حتى تجيبوا لي رامبو مفيش حد هيعرف يعدي من هنا مفيش حد هيفكر اصلا يهوب ناحيه القاعده من عند الجبال. المنطقه وعره جدا وكلها غابات كثيفه وحشرات ورطوبه ومحدش هيقرب من هنا. كل ده واحنا بنتكلم عن فرنسا لا قوه عظمى فعندها ذخيره واسلحه كتير وطيارات وحاجات تضرب جامد. وشويه الفيت مين دول اللي اسمهم قالش على فيتنام من في ايه؟ معهمش اسلحه ومعهمش طيارات ومعهمش اي حاجه، شويه عيال ساعه، عصابات يابا. فكان نافار هذا الجنرال الفرنسي متاكد جدا انه هيقدر يهزم الفيتنام هزيمه عظيمه، لدرجه انه قال I have more guns than I need، عندي اسلحه اكتر من اللي انا بحلم بيها. ولكن الفرنسيين ما كانوش يعرفوا ان رجاله الفيتنام دول كانوا من بياكلوا الزلط، ونفذوا واحده من اعظم الاعمال اللوجستيه في التاريخ العسكري اللي هتتهرس بعد كده في اعمال سينمائيه كتير. الفيتناميين بيلعبوا على ارضهم متعودين يمشوا في اراضي وعره زي كده كتير لان فيتنام فيها جبال وغابات كثيفه كتير جدا وهي دي الناتشرال هابيتات بتاعتهم. الناس دي كانت حارسه الجغرافيا بتاعت فيتنام كويس جدا بيعرفوا يعملوا تمويه بافرع الشجر والنباتات كويس قوي. وفعلا ربع مليون مدني نصهم تقريبا ستات
نقلوا كل حاجة الفيت من محتاجينها عشان يعملوا حصار. نقلوا الرز للأكل وقطع مدافع متفككة وطلق وقنابل. كل ده ازاي؟ على رجليهم عبر الغابات في الجبال، وحصروا الوادي اللي فيه الفرنسيين بخمسين ألف جندي حصار ومتين مدفع كبير، خبوهم وموهوهم ببراعة عشان الطيارات ما تشوفش الكلام ده. وفي 13 مارس 1954 بدأت مدفعية الفيت من على جوانب التلال تضرب بالنار. كانت المدافع دي كلها بتطلع ما يعادل 50 قذيفة في الدقيقة الواحدة، فدمروا مهبط الطيارات بتاع الفرنسيين. وما كانش في أي طريقة لدعم القوات الفرنسية المحاصرة في الوادي، مش في حصار، أي حد هيخش يقطعه. وكلفوا الفرنسيين خسائر عسكرية ضخمة جدا، لدرجة إن قائد المدفعية الفرنسي انتحر، كانش عارف يعمل حاجة، ضرب شغال يمين وشمال مش عارفين جاي منين، ما هو العلم استخبى في الجبال، يخرب بيتهم الفيتناميين. راحت الحكومة الفرنسية للرئيس الأمريكي الجديد أيزنهاور تقول له الحقيني يا أمريكا، ولكن الجماعة الفيتناميين دول ولاد لذينة يخرب بيتهم، كانوا مستخبين في الجبال كويس جدا وبيضربوا من كل النواحي، والطيران مش عارف الضرب ده جاي منين. وفضلت قوات الفيت من محاصرة الوادي 55 يوم لحد يوم 7 مايو 1954 اللي قررت فيه القوات الفرنسية تستسلم. اتضربوا كتير، تعبنا خلاص، كله ده ضرب، مفيش شتيمة شيا. وفي حادثها بجدها ايكونيك، الفيت من الصعاليك بتوع حرب العصابات كسبوا الفرنسيين، كسبوا الامبراطورية الفرنسية، حررت قوات الفيت من البلد من الاستعمار لتاني مرة. الله عليكم يا فخر فيتنام. الله، طب ثانية واحدة كده، امريكا موقفها ايه؟ لاحظ عزيزي المشاهد كمية القلق والخوف اللي كانت مسيطرة على الامريكان وقت ما فرنسا استسلمت. في اليوم اللي بعد ما استسلمت فيه القوات الفرنسية اجتمع دبلوماسيين عشان يقعدوا في جنيف ويتفاوضوا، واستمرت هذه المفاوضات لمدة شهر ونص. بالرغم من ان هوتشيمين كان يعتبر كسب الحرب، الا انه خلاص ما كانش يقدر يحارب تاني من غير دعم الصين والاتحاد السوفيتي. الصين تقول لك كان على عيني، بس ده احنا لسه خسرانين 1,000,000 جندي في كوريا، وخلاص بقى مش عايزين نخش في حروب تانية على حدودنا. والاتحاد السوفيتي كان عايز يهدي اللعب شويه مع امريكا والدول الاوروبيه، فهم الاثنين نصحوا هوتشيمين انه يقبل يتفاوض معاهم، فما كانش قدامه اختيار غير انه يقبل بالتسويه. وبالفعل تم تقسيم فيتنام عند دايره عرض 17 لجزئين، واحد شمالي واحد جنوبي. القوات الفرنسيه في الشمال هتنسحب وترجع للجنوب، وقدامها كام سنه وتمشي وتسيب البلد، وقوات الفيت من اللي في الجنوب هترجع تاني للشمال، وبين الفيتناميتين الصغنطتين دول هيتم فصلهم بمنطقه منزوعه السلاح في المنطقه بتاعت فرنسا والمنطقه بتاعت هوتشيمين، لحد ما يتم عقد انتخابات لتوحيد الفيتناميتين الصغنطتين لفيتناميه كبيره في خلال سنتين. طبعا ايها المشاهد زي ما حضرتك شفت، راجل عمل الفيت من وعمل انتصار اسطوري على فرنسا وعمل مش عارف ايه وكسبان لي حربين وعامل قلق في المنطقه، اكيد هو اللي هيكسب الانتخابات. وعلى الناحية التانية في جنوب فيتنام، أمريكا ما زالت خايفة من المد الشيوعي، فبدأت أمريكا تحاول تكسب تعاطف المجموعات اللي ضد الفيت من الشيوعيين، وكانت عايزة تأسس حكومة في الجنوب تكسبها في صفها ضد هوتشيمين. وفعلا عملت الحكومة دي اللي كان رئيسها جو دينزيم. وافتكر هذا الشخص، هذا الشخص زي ما كان بيكره الفرنسيين كان يكره الشيوعيين، وبقول لك ايه، مستبد جدا وما بيثقش في اي حد غير عيلته، كان معين اخواته معاه، لا ليترال اخواته. طبعا هوتشيمين ما كان مين يا جدعان الولد ده؟ مين ده؟ احنا عايزين نوحد فيتنام لدوله واحده وننهي التدخل الاجنبي ده، رايحين تعملوا له حكومه ايه؟ مين يا ابن العيال دي؟ فعمل ايه؟ فهم هوتشيمين بعت للجنوب الاف الكوادر المدربين والمخلصين للفيتمن في الشمال عشان ينظموا حركه مقاومه ضد زيام. طبعا زيام لما عرف هذا الكلام ابتدى يحس بقلق على نفسه، حتى وامريكا معاه يخاف، فقرر انه يثبت لامريكا ان له شعبيه كبيره في فيتنام عشان تزود دعمها ليه، وعمل استفتاء غير اللي كانوا متفقين عليه في جنيف، واعلن نفسه في 26 اكتوبر 1955 كاول رئيس لفيتنام الجديده. ايه يا معلم، رئيس ازاي؟ انت حد يعرفك اصلا؟ ده ما كانش فيه ولا واحد في فيتنام يعرفك. وهي امال هوتشيمين ده ايه نظامه؟ المهم يسافر زيام لامريكا عشان يقابل الرئيس ايزنهاور ويطلب منه مساعدات لاعاده بناء الدوله، وفعلا يستجيب الرئيس ايزنهاور لطلبات زيام، وبعت معاه عشرات الامريكيين المدنيين بخطط كامله للتنميه الاقتصاديه ومستشارين عسكريين عشان يحدثوا ويطوروا قوات الجيش بتاع زيام اللي كان اسمه الجيش الجمهوري الفيتنامي او الارفن، واللي بدا يطور اساليبه عشان الحرب المحتمله ما بينه وما بين الفيتمن في الشمال. ولكن في الحقيقه هوتشيمين ده كان راجل طيب قوي، ما كانش
اساسا بيخطط ان هو يهاجم الجنوب. هو قال خلاص خلي كل واحد في حاله، نشتغل على التنميه المحليه، احنا عايزين نبني البلد من جديد. بقالنا اكتر من 10 سنين بنحارب بشكل متواصل، عايزين نفصل شويه ونشوف مستقبلنا. وبالفعل اهتم بحاجه زي الزراعه، عمل اصلاحات زراعيه زي اللي كانت موجوده في الصين، وبدا يشغل كل الناس اللي في البلد. هوتشي مين كان لسه عنده امل يوحد فيتنام من جديد، ولكنه كان خايف يتدخل عسكريا في جنوب فيتنام، عشان غالبا الامريكان هيتدخلوا والموضوع هيبقى معقد وصعب. ولكن الثوريين الشيوعيين في جنوب فيتنام كانوا بيتعرضوا للقهر والعنف من قوات زيام، فما كانش قدامهم غير انهم يواجهوا قوات زيام ويدافعوا عن نفسهم. وبدا العنف من جديد في جنوب فيتنام واحده واحده. في الوقت ده تحديدا ابتدى تظهر شخصيات جديده على الساحه، شخصيات من الدايره اللي كانت حوالين هوتشي مين، واللي بداوا يزهقوا من حذره الزايد عن اللزوم. ليه يا عم محبكها كده؟ واهمهم هو ليزوان، افتكر الاسم ده برضو كويس. الراجل الجميل ده كان ساعد هوتشي مين زمان ياسس الحزب الشيوعي، وبدا يظهر للساحه دلوقتي كسياسي تقيل، ووصل لمنصب السكرتير الاول للحزب. وبحلول سنه 1959 كان ليزوان وحلفائه المتشددين في الحزب بيكسبوا ناس كتيره جدا في صفهم، وكانوا شايفين انهم لازم يساعدوا الثوريين الشيوعيين اللي موجودين في الجنوب عشان يشيلوا زيام اللي كان ماسك الجنوب بالقوه. وبالفعل اتقابل ممثلين عن الفصائل الثوريه دي مع ليزوان في السر، وانشاوا منظمه جديده هدفها اسقاط نظام جودن زيام وطرد الاجانب اللي بيدعموه بما فيهم الامريكان، وسموها جبهه التحرير الوطنيه الان ال اف. وبداوا الجماعه دول يتسللوا للجنوب من طرق في الغابات ويعملوا تفجيرات وقلق في البلد ضد حكومة زيام، لحد ما حصل اللي محدش كان عايزه يحصل. في ليلة 8 يوليو سنة 1959 في منطقة قريبة من مدينة سايجون عاصمة الجنوب، كان في 6 جنود أمريكيين قاعدين يتفرجوا على فيلم في المعسكر بتاعهم، دي مشغلين نتفليكس بقى ومدينها. المهم قربت منهم ميليشيات الفيت كونغ، ضربوا عليهم النار وقتلوا 2. طبعا هذا الموضوع يعمل ضجة وأزمة كبيرة في أمريكا. إزاي؟ ليه نروح نحفظ السلام في المنطقة يتضرب علينا نار يموتوا ولادنا؟ وفعلا استغل السناتور جون اف كينيدي الموضوع ده في حملته الانتخابية الرئاسية، ووعد إنه هيحط حد للامتداد الشيوعي العالمي اللي موجود في المنطقه والمهازل اللي بتحصل للجنود الامريكان. ده الناس كانت جايه تبني البلد، تعملوا فيهم كده؟ وينجح بالفعل جون اف كينيدي في الانتخابات الرئاسيه ويصبح رئيسا للولايات المتحده، وبكده يكون عندنا رئيس امريكي جديد جون اف كينيدي. اول ما انتخب اتورط في حرب في منطقه متحوطه بشيوعيين، ولازم يرد اعتبار امريكا اللي جنودها اتقتلت، وجبهه في الجنوب ما بتحبش الشيوعيه ومتحاميه في امريكا ضد الشمال بقياده جودن زيام، وفي الشمال عندنا فرقه مسلحين ميليشيات خطيره الفيت كونغ اللي بيقودها واحد شيوعي سائر عايز يضرب في كله ليزوان. وهي دي ايها المشاهد الجميل الطريقه اللي بدات بيها حرب فيتنام، وانتظر الحلقه الجايه عن الحرب. احنا كل ده ما دخلناش في الحرب، احنا كل ده ايها المشاهد الجميل بنتكلم على بدايه الحرب، ازاي الحرب بدات. طب هنعرف عن الحرب ازاي؟ في بقى ده في حلقه في المستقبل. طب انا دلوقتي روحت الحلقه اللي في المستقبل عايز اعرف ازاي الحرب بدات، اعمل ايه؟ اشوف الحلقات اللي في الماضي اللي دي هتبقى انكلودد فيهم. طب بعد كده عايز اعرف اكتر عن الموضوع، في مصادر نبص فيها. طب الاشتراك على اليوتيوب عادي، بنعمل كل الحاجات دي بتحصل عادي جدا. وبس كده.